تعالوا بقى ناخد مقادير الوايت صوص او الفراخ اللي بالكريمه واحده واحده كده لحد ما الجريل بتاعنا يسخن اهو. يلا بينا. طيب انتوا عارفين ان انا بقول اللي موجود قدامي والمنيو هيبقى معاكوا على الشاشه. حطينا شويه زبده او سمنه تقدح او تسخن. هنعمل ايه؟ معانا الصدور الفراخ متقطعه شرايح خفيفه زي البانيه، معانا ملح وفلفل، معانا ثوم، ومعانا بصل، ومعانا دقيق، ومعانا مشروم فريش، ومعانا كريمه، ومعانا لبن، ومعانا كمان شوربه. حلو الكلام. معانا المقادير على الشاشه، اللي حابب ينقلها او اللي حابب يكتبها زي ما انتوا عايزين، يعني تصوروها تنقلوها براحتكم. تمام. طيب احنا موضوع النار النهارده معاكسنا بس زي الفل. طيب انا هلبس جلافز كده سريعا ونقول بسم الله. اول حاجه نعملها ندي الفراخ بتاعتنا صدمه حلوه عشان خاطر نتفادى الزفاره، دي واحد. اتنين، ندي طعم حلو كده وتست حلو نعلي بيه الاكله بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ناخد اول واحده، ويفضل ان احنا نعملها في جريل. ما فيش جريل في طاسه، ما فيش طاسه في حله، اللي موجود عندك استخدميه. زي ما قلنا نبسط الموضوع على نفسينا اهو. نعمل كده وهنقوم عاملين ايه تاني؟ رشه فلفل اسود. هنجيب معلقه اهو، معلقه صغنونه، مفيش معلقه صغنونه، نجيب معلقه كبيره ولا يهمكم، لقينا معلقه صغنونه اهو. رشه فلفل اسود كده اهو. انا للاسف هنقل على النار الكبيره لان انا مش عارفه اشتغل اهو كده. تعالوا بقى نولع النار العاليه دي اهو. هعمل هنا، انا عايزه اكسب وقت. اقوم عامله ايه بقى؟ جايبه ووك تاني او طاسه ثانيه اهو، حطها هنا، هسخنها عشان انجز وقت. اقوم ماسكه الصوص ده مقفلاه في حته تانيه مع الفراخ بتاعتي لما تتشوح، اطبق الاثنين على بعض. طب هو في البيت يا شيف انا هعمل كده؟ لا ما تعمليش كده. حمري اللحمه بتاعتك او الفراخ بتاعتك اللي انت هتعملي بيها في لحمه ايه يا شيف؟ اه، ما احنا ممكن نعمل نفس الوصفه دي باللحمه او بالفراخ زي ما انت عايزه. طب الفراخ تسويتها بتختلف عن اللحمه؟ اه انا عارفه ده كويس جدا. لو احنا هنعمل لحمه بعد ما بنديها الصدمه ونديها شويه فلفل اسود، بنحط لها كوبايه ميه شويه بشويه لحد ما تخلص سواها وتبقى مستويه كويس جدا، بنبدا نضيف عليها او نشيلها ونبدا نقفل الوصفه بتاعتنا. تمام كده. يلا بينا يلا بينا. زي ما قلنا انا بس بعمل حاله استثنائيه عشان البوتاجاز معاكسني وعشان خاطر وقت البرنامج. طيب عملنا ايه؟ حطينا برده شويه ماده دهنيه في الووك بتاعنا هنا. هننزل بالبصلايه الحلوه دي اهي. انا مش عايزه بصل كتير، انا هاخد ايه شويه صغيرين. طب انا ما بحبش البصل في الوصفه دي يا شيف، شيل البصل. طب هنحط ايه؟ نحط ثوم. طب انا ما بحبش الثوم، شيل الثوم وحط البصل. اللي يعجبك، النكهه اللي انت بتحبيها استخدميها في الاكله بتاعتك. يعني انا عاصرت ناس كتير قوي ما بتحبش البصل، في ناس كتير جدا ما بتحبش طعم الثوم، بيتعب معدتي، الكولون، الكلام ده كله. كيفي نفسك على الحاجه اللي انت بتحبيها. تمام. هناخد شويه ثوم كده، يعني فصين ثوم صغيرين، ونشوحهم كده مع البصلايه بتاعتي اهو. بصوا انا مش حاطه هنا ماده دهنيه كتير ولا هنا ماده دهنيه كتير. طب ليه يا شيف؟ عشان خاطر احنا لسه هنحط كريمه لباني، وهنحط كمان شوربه، وهنحط لبن، يعني هي دسمه. تمام. يلا بينا. طيب ملحوظه ثانيه انا هقولها لكم، في ناس كتير قوي بتشوح المشروم في الاول وبعدين تحط البصل والثوم والكلام ده. طب انا ليه ما بعملش نفس الطريقه؟ عشان انا بحب المشروم بتاعي يبقى فيه قرشه كده، يبقى ليه طعم، ما يبقاش طري ومستوي بزياده، فما احسش بطعم المشروم وما احسش ان هو فريش. مش هيبقى فارق معايا من هو علبه من هو فريش. تمام كده. طيب تعالوا نقلب كده اهو. يعني اهو انا هسيب دي تستوي براحتها لان دي مش محتاجه وصف بالنسبه لكم، انتوا هتبقوا عارفين الخطوات انها هتستوي وهتنزل على الصوص اللي احنا بنقفله مع بعض. هندي هنا شويه فلفل اسود اهو، خفاف كده زي ما عملنا في اخواتها. يلا بينا ونبص على الرز كده بصه. لا لسه، تمام. هنوطي عليه بس عشان يتشرب ميته، ونقوم موطين عليه طوطيه كده صغيره عشان يستوي براحته. وبرده هوريكم احنا هنعمل ايه فيه في الاخر. هندي له شويه الشبت، نقلبه تقلبتين كده ببعض وكده حلو قوي. عندك قطعه زبده تحطيه عليه يبقى حلو قوي، ما عندكيش هيبقى كده زي الفل. تمام. طيب ناخد اخر حته دي عشان يبقى سوينا كل الفراخ بتاعتنا وننزلها هنا. بدات اهي البصلايه بتاعتي يعني تاخد كده ايه، حرمشه شويه او تتحمر شويه. هنبدا ننزل بالمشروم بتاعنا اهو.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونديله تقليبه كده حلوه. ادبله بس، انا عايزه ادبله لان هو لسه هيغلي مع الصوص اللي انا هحطه اللي هو الكريمه وشويه اللبن وشويه الشوربه، فانا مش عايزه اكتر من كده. اهو اول ما، طب هنرجع بنفصل على ايه؟ حد يقول لي هنرجع على ايه؟ الله الله، انا مبسوطه جدا. طيب هديكوا كام حاجه كده عشان هنطلع فاصل وهنرجع، ممكن ما اعرفش اشرح لكم بقيه الوصفه، فانا عايزه اديكوا كل المعلومات. هاخد حته سمنه صغيره جدا اسيحها في الحته اللي انا فضيتها دي، يا ريت بس تبقوا معايا في الووك هنا، سيبوكوا مني خالص اهو ماشي. هقوم جايبه معلقه، معلقه حلوه كده شيك عندك، ونقوم واخدين معلقه دقيق نازلين بيها هنا اهو تمام، ونقلب المعلقه دي كده، نحمرها نشوحها في السمنه بتاعتنا اهو، نطلع منها ريحه الدقيق، ونديله تحميره صغيره كده اهو. بصوا هو مش باين اصلا، المعلقه صغيره جدا فمش باين، هو ده ماشي. هنقوم جايبين شويه اللبن بتوعنا، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وهقوم جايبه الكريمه بتاعتي، بس كده ناخد كل الكريمه وهقلب. انا هجيب بقى ايه، مضرب كده صغنن عشان يساعدني ان انا ادرب كل الكلام ده مع بعضه. يا رب نعصر على، يا سلام، نقلب كده تقليب سريع 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 عشان خاطر مفيش حاجه تكلكع مني. شايفين اهو انا بعيد عن المشروم وعن البصل وعن الثوم، انا عايزه افك الصوص ده عشان يديني صوص كريم. طب هو تقيل مني يا شيف، اعمل ايه؟ ازود شوربه، ازود لبن، موجود عندي ده وموجود عندي ده، يبقى تحت ايديا كده بزياده شويه. طيب اللي موجود ده البصل، هو خلاص كده انا بالنسبه لي المضرب دوب لي الكريمه. هعمل ايه؟ هجيب شويه لبن، انا بفضل اشتغل بلبن وكريمه بس، الشوربه دي اختياري لو انا ما عنديش كميه لبن او كريمه تكفيني.